يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير. في اكثر من منتج ودنا نتكلم عنهم اليوم. اول منتج اللي هو الريمورا جريب. شنو هو الريمورا؟ الريمورا هو مسكه من خلالها تقدر تمسك التليفون، تستخدمه بطريقه وايد سهله، اما من خلال الالاستيك اللي هو السير هذا. اذا كنت تبي تمسك التليفون بطريقه ثابته تقدر تستخدم الالاستيك، واذا كنت تبي تستخدمه كرينج يكون مريح لفتره اطول للاستخدام. زين، هذه المسكه في منها اكثر من لون، طبعا الوان مختلفه. من لون هذا اللون الأزرق، وفي منه الوردي والأسود، وأيضا اللون الرمادي. متى نستخدم الرينج؟ الرينج تستخدمه لما تبي تتكلم بالتليفون فترة طويلة، لما تبي تشوف مثلا فيديو أو تبي تتابع شيء معين. ليش؟ ما يحقن الدم، لأن أيدك راح تكون مرتاحة، وبنفس الوقت تقدر تعلق عليه أي شيء تبي، كون إنه هو رينج صاير مثل ميدالية، فتقدر تعلق فيه الأشياء اللي تضيع منك. في بعض الناس تستخدم هذا الرينج للتعليق، تحط له إكسسوار وتقدر تعلق التليفون على رقبتك. بحق المادة اللاصقة بين الريمورا جريب والتليفون 3M ستيكر، وايد قوي، لمن خلالها اي نعم تقدر تأمن على تليفونك انه ما راح يطيح منك ولا راح تنفصل الجريب من التليفون. طبعا في وايد انواع من 3M ستيكر. النوع المستخدم هني سميك، مكون من مثل ما انت شايف هني كأنه فوم. اذا شلت الريمورا جريب خلاص ما راح تقدر تستخدمها مرة ثانية من قوة الستيكر المستخدم. وبالنسبة حق الشريط المطاطي، وايد قوي، من أجود وأقوى أنواع السيور، بس إنه ما راح تشيل أنت تليفونك مثل جنطة كذي وتلعب فيه وتقول يا جماعة اخترب، لا، هو من أقوى. هني حق آخر شيء اللي هو اسم المنتج ريمورا. ريمورا هي السمكة الصغيرة اللي دائما تكون لاصقة بالشارك، وين ما راحت تكون وياها. نفس الشيء ريمورا، هو لازم يكون لاصق بالتليفون، وين ما تروح يكون معك. بعد هذه ميزة وايد حلوة، لما يكون التليفون على الطاولة سهل إنك تشيله من خلال الرينج وتستخدمه، وراح يقلل من نسبة سقوط التليفون، لأن التليفون شابك في إيدك. لاحظ يعني وين وانت تمشي وانت تركض ولا شيء تمسكه بالشكل هذا، مستحيل التليفون يطيح منك إلا إذا هديته.